قلتي الوداع لصفه وحشه فيكي، ايه هي بقى؟ بس لما يعني سبتي الصفه دي حسيتي ان انتي قويه بعدها. ايه؟ قلت الوداع او لسه بحاول يعني، في توت صغير لسه موجود. ايه هي؟ الذنب. الذنب؟ اه تحسي بالذنب؟ اه الذنب اللي انا بتكلم عنه هو احساس بالذنب لما تبقي مقصره او عندك مسؤوليه، احساس الذنب تجاه ولادي عشان انا بشتغل، او تجاه ولادي ان انا مثلا في يوم مش قادره اعمل لهم حاجه او عايزه اعمل حاجه لنفسي عشان انا محتاجه اشحن بطاريتي عشان ابقى ام احسن. بتكلمك عن الذنب ده. الذنب يعني الذنب اللي هو نابع من فكره ان انا خلاص طالما بقيت ام ومسؤوله عن ناس انت تانية، انت حاسه على طول انت مقصره، ان انا ما استحقش حاجه لنفسي وما استحقش ان انا احقق احلامي او ان انا اعمل حاجه انا نفسي اعملها. دايما بكرس كل حاجه للاخرين. ف يعني في الطب النفسي بقى اشتغلت على الموضوع ده، انه انا لازم احساس الذنب تجاههم ان انا مهما عملت ده مش كفايه، ده احساس الذنب وحش قوي عند الام. فانا اشتغلت ان انا اتخلص من احساس الذنب ده علشان انا اقدر هساعدهم اكتر لما الذنب ده يروح. اما تكون انت مبسوطه هتقدري تخلي اللي حواليك يعني اتس اوكي ان انا يوم اقول انا مش قادره اشوفهم النهارده، تعب جايه من التصوير مثلا، ما نمتش 36 ساعه، اعصابي هتبقى وحشه، لو شفتهم ممكن اتعصب، ممكن امد ايدي وانا مش بمد ايدي على اولادي، بس ممكن من كتر التعب والارهاق اعمل حاجات هم بالنسبه لهم هتبقى ذكرى وحشه بعدين او هيتعقدوا منها. فتعلمت ان انا احسبها، لا انا مش هشوفهم النهارده، اه هوحشهم وهيوحشوني لمده يوم زياده، بس انا محتاجه انام او محتاجه افصل او محتاجه اروح اعمل حاجه مع صحابي عشان انا لما ارجع ابقى حباهم وهم حابيني وما نتخانقش. كوني شاحنه البطاريه كويس. بالظبط.